ده ملتيميتر او افوميتر، ده افوميتر تاني، ده ملتيميتر اخر ابو مؤشر، ده ملتيميتر او افوميتر اخر شفناه مع بعض. النهارده جايب لك افوميتر، يعني تقدر تقول كده حاجه سبيشيال زي ما هنشوفه مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضراتكم. النهارده الافو العجيب والرهيب جدا اللي هيساعدك في كل التطبيقات، في بطاريه داخليه بيقيس كل شيء، فيه الوضع الاوتوماتيك لو زاد الجهد او بتقيس جهد وحبيت تقيس مقاومه او العكس او اي شيء، هنستخدمه في تطبيقات كتيره جدا، واهم شيء ومنها اصلاح كمبيوتر السيارة. الحلقات اللي موجودة على القناة، يلا بينا نفتح البوكس او الصندوق الخاص بالمالتيميتر ده او الافوميتر ده ونشوف كل شيء عنه بالتفصيل. هنبدأ نشيل الكفر، ادي شكل الكتالوج الخاص بيه، ان شاء الله كتالوج باكتر من لغة. ادي الجهاز الرئيسي وادي الملحقات اللي جاية معاه، ده كابل الشاحن USB-C عشان تقدر طبعا تشحن الجهاز. الافوميترز دي كلها فيها بطاريات، البطاريات دي بتتغير او قابلة للتغيير، احيانا بيخلص منك المالتيميتر وانت شغال ودي بتبقى مشكلة كبيرة. المالتيميتر اللي معانا ما فيهوش بطارية المؤقتة، في بطارية داخلية ليثيوم بتمكنك ان انت تقيس وتشحن البطارية وتشتغل زي ما انت عايز، وفي مبين هنشوفه مع بعض دلوقتي بيبين لك سعة البطارية. ادي شكل المالتيميتر ما شاء الله. وقبل ما نشحن هنتعرف على ازرار الجهاز، ده زر الباور الفتح والاغلاق، وفي ثلاث ازرار هنا موجوده اهي، ده السليكشن زي ما هنشوف مع بعض وهنشوف المميزات الرهيبه جدا اللي في الجهاز ده. هنبدا نفتح الجهاز، اول ما فتح معايا فتح معايا على الاوتو. لاحظ هنا شاشه الجهاز باينه، الجهاز السمارت ده ايضا سمارت ولكن ما فيهوش بطاريه داخليه، شايف الاضاءه طبعا مختلفه وضعيفه جدا ومش هتظهر معاك في الشمس. هتبدا تشوف الايقونات اللي موجوده عندك، عامل لك مؤشر اهو كمان في اعلى، وهنا اوتو هتقدر تقيس اي شيء. هنبدا كده في الشحن او نوصل الشاحن ونشوف ايه اللي هيحصل. اول ما وصلت الشاحن طلع لي الاربع شرط دول، اكيد طبعا كل شرطه منهم بتعني نسبه الشحن في البطاريه، يبقى كده البطارية مشحونة بالكامل. هشيل الشاحن، اشتغل معايا هو على الوضع اوتو. في كمان لمبة هيت عشان تنور لي، اللمبة بتنور ازاي؟ من الزر اللي في الخلف ده، تضغط عليها هولد بالشكل ده كده تنور معاك. وهنا لو ضغطنا على زر السليكشن هتبدأ تختار، زي ما انت شايف كده جاب لك هنا الدي سي اوتو ايضا. اوتو يعني بيتحكم في الرينج الخاص بالكهرباء، دي سي اوتو. هتضغط كمان هيطلع لك اي سي اوتو، وهنا في اسفل هتلاقي الهرتز او التردد، كمان بيقيس لك تردد الكهرباء اللي انت بتتعامل معاه. هتضغط كمان هيطلع لك هنا ده الصوت وده الاوم، يعني الوضع ده بيقيس معاك صوت واوم. هتضغط كمان هيقيس لك الديود وبيديك هنا القيمه بالفولت، شارح لك كل شيء وموضح لك كل شيء الجهاز. هنا هيقيس لك الكباسيتور ومديك هنا القيمه بالنانو فاراد، طبعا لو اتغيرت هيديك ميكرو فاراد زي ما هنشوف مع بعض. وهنا مديك القيمه اوتو، يعني بيغير الرينج اوتوماتيك. هتضغط كمان هيطلع لك هنا قياس الهرتز او التردد. هتضغط كمان هيطلع لك درجة الحرارة بتاعة الغرفة اللي انت موجود فيها او الوسط المحيط بالفهرنهايت وبالسيليزيوس، يعني حاجة ما شاء الله رائعة. هنضغط كمان هيرجع معايا لزر الاوتو. طب ايه الزر ده او ايه الزرار ده؟ الزر ده بيعمل لي ايه؟ اي سلك فيه كهرباء سواء كهرباء منخفضة او مرتفعة بيديني اشارة. ده سلك الشاحن اهو، شايف بيديني كمية الكهرباء اللي في السلك، ده مجرد سلك شاحن اهو ولكن بيحدد لي الكهرباء اللي فيه اهو، ده معناه ان السلك ده فيه كهرباء. ويلا بينا نبدا التطبيق العملي. ادي كابلين المالتيميتر، تصميم رائع جدا جدا، وتقدر بالبنه الطويله دي ان انت تصل للقطع في الاماكن البعيده زي ما هنشوف مع بعض. هنبدا في التوصيل، وعامل لي زي انجل كده او ركبه جميله جدا للكابل. هنيجي للمقاومه دي، هلاقي الالوان الخاصه بيها زي ما انت شايف كده، بني اسود ذهبي ذهبي. دي مقاومة صغيرة جدا، هنبدأ نقيسها وهي على الكارتة زي ما هي. هثبت الأطراف شوية، هلاقي المقاومة ادتني هنا 8.10 أوم، ومديني صوت عشان أنا بقيس صوت مع الأوم أو المقاومة. الديود وبدأت أقيس، المفروض يقيس معايا في اتجاه
وفي الاتجاه الاخر ميئس. مضبوط، يبقى كده الديود ده سليم. حاجة على الديود الاخر، ادي اتجاه، والاتجاه لما يكون الطرف الاحمر موجود في الطرف الاخر عكس الشرطة البيضة دي زي ما شرحنا قبل كده، المفروض يقيس معايا لو الديود سليم. اه قاس معايا نص فولت. هاجي على الديود الصغير ده، قاس معايا ايضا نص فولت في اتجاه، والاتجاه الاخر هيقيس معايا اوبن لوب او دايرة مفتوحة. لو انا جيت على الاوتو وجيت اقيس الفيوزات المفروض هيديني صوت على طول. كده الفيوز سليم. الفيوز الاخر، الفيوز الاخر، كده قست المقاومة، قست الداودات، قست المكثف، قست الفيوزات المكثفات، وحبدأ في القياس. لو انا اخترت المكثفات هنا لازم اعمل شورت سيركت على المكثف، اهو حاجة كده اعمل شورت سيركت على المكثف لو انا اخترت من التدريج المكثفات، وحبدأ في القياس. لاحظ القراءة 2.7 هنا كاتب لي ملي فاراد، عشان احوله الميكرو فاراد المفروض هضرب في 1000. هضرب في 1000 يعني ايه؟ يعني هيبقى عندي الرقم ده مش 2729 او 2700 من 1000، لا هيبقى 2700 ميكرو فاراد تقريبا. طبعا بيبقى فيه نسبة خطأ، هلاقي المكثف هنا 2200 ميكرو فاراد. ادي قيمة المكثف اهي. هنيجي بقى لكمبيوتر السيارة وهبدأ في الاستخدامات المهمة جدا. هنبدأ نشوف عندك هنا قطع وهنا قطع. لو خلينا المالتي ميتر على المكثفات وبدأنا نقيس، هنا هلاقي المكثف ده شبه سليم، هو 100 ميكرو، وهنا مديني 150 ميكرو فراد او 160 ميكرو فراد. هروح للديود ده كده واشوف ازاي هقدر اقيسه لو اخترت الديود عشان يبقى القياس دقيق. اهو حاجة على الديود، اهو في اتجاه مديني نص فولت، نص فولت المفروض يديني هنا اوبن لوب. طبعا طالما ما ادانيش اوبن لوب يبقى معنى كده ان فيه ديود اخر متصل عليه من الكارتة او اي سي او اي شيء في سيمي كوندكتور. في تطبيقات كتيرة جدا ممكن نعملها، وهو قياسات التوصيلية وتحديد الدوائر. هجيب على الاوتوماتيك وهبدأ اقيس كل تيرمينال من الاطراف دي. طبعا زي ما شرحنا قبل كده ان كل كمبيوتر بيبقى له داتا شيت خاصة بالبن، يعني بيقول لي البن ده رايح فين بالضبط، او البن ده خاص بايه. لو البن ده خاص بالباور او بالبخاخات او بالكويلات، يبقى انا كده لو بدأت اقيس او احدد الطرف ده، لو خدنا الطرف رقم 1 اهو يعتبر عندي هنا في اعلى، وبدأت اقف على الرقم ده او على التيرمينال ده بالشكل ده كده، وهمشي وراه اشوفه رايح فين في الدايرة بالضبط، اهو شايف؟ يبقى الطرف ده داخل لي على مجموعة المقاومات والمكثفات دي اهو. شوف واخد كام مكثف؟ اهو ببدأ احدد دخول الطرف ده. حاجة اقيس الكويلات، الكويل اهو اداني صوت، الكويل الثاني اهو سليم مفيش فيه اي مشكله. وبكده وعن طريق المالتيميتر ده هنقدر نقيس اشياء كتيره جدا، واوتوماتيكيا هيبدا يقيس معايا واقدر اكتشف بيه كل الاعطال. هسيب لك الرابط يا بطل في الوصف اسفل الفيديو، ويا رب حضراتكم تكونوا استفدتم، وشكرا جزيلا لكم.